حلقة مميزة اليوم، رح نتعرف على لامبورغيني هيريكين تكنيكا. عم لبي دعوة من شركة لامبورغيني لنكون الأوائل يلي عم يتعرفوا على السيارة. سو رح نحكي بلمحة سريعة عن شو التغيرات بينها وبين الهيريكين السابقة. بالشكل الخارجي إذا عم تشوفوا بالوجه الأمامية صارت أضخم، لون الأسود الجلوسي تغير على الوجه الأمامية، على الشفرة من قدام صار عندكم فتحات كبيرة بالوسط وهون على الجنب. من الجنب المراية كانت عم تجي باللون الأسود، بينما بالهيريكين الجديدة عم بيجي من لون السيارة من تحت موجود أسود. رينجات ديزاين حلو، الطواير عم يجوا برجستون ياس 20 215 30. نشغل كتير على NCBA. هون صار عندكم الفتحات كرمال تبريد المحرك وتحسين الانسيابية، بينما بالهيريكين السابقة ما كان موجود هالقد فتحات كبيرة. غطى المحرك تغير كمان ديزاينه، هلأ صار عم يجي أكتر جالس ومن الكربون فايبر. يلي عم بيميز مؤخرة السيارة هالجناح الكبير الحلو. قبل كان بالهيريكين كان عم يجي جناح كتير صغير مش مرتفع، والاكزوست تغير ديزاينهم، كان قبل يجي مبروم هلا اكزاجونال، وديفيوزر حتى تغير شكله. سو الهيريكين تكنيكا هي LP642، يعني 640 حصان وتشد بالخلف. هذا المحرك اللي عم يجي على هالسياره هو ثاني محرك 10 سيلندر على الهيريكين، ورح يكون اخر محرك رح يكون 10 سلندر على الهيريكين. نفتح لنشوف داخلية الهيريكين تكنيكا. الداخلية كتير عم تتناسق مع الخارجية السيارة، الالوان عندك اللون الاخضر موجود بالكراسي، موجود على الداشبوردز مثل اللون الخارجي. الماتيريال اللي مستعملينها الكنتارا والكربون فايبر، مثل ما عم تشوفوا هيك الكربون فايبر كل الباب كرمال تخفيف الوزن. الكراسي عم يجوا باكت سيت، بيعطوك الشعور بالسيئه انت وسايق السياره، وهيك السبورت فيلينج كانك انت سايق على سياره سباق. سو مثل ما حكينا محرك بيولد 640 حصان، 565 نيوتن متر من التورك، انطلاقه بتاخذ من 0 ل 100 3.2 ثواني، و الجير بوكس عم بيجي من 7 غيارات اوتوماتيك. وهيك بنكون حكينا بلمحه سريعه عن الهيريكين تكنيكا. بتمنى تكون عجبتكم حلقتنا وعجبتكم حتى التغطيه عن هالسياره. بوعدكم انه رح يكون في حلقه جديده ونحكي بتفصيل اكثر ونعطيكم راينا بالسواقه اللي احنا سايقينها. بشوفكم بحلقه جديده، انطرونا.